هذه برضه كان نقله للفن الحديث يعني، وممكن يتجول اكثر في اللوحات يعني. يعني نقدر نقول العامل المشترك بين اللوحات هذه كلها انها رفضت في معرض. طيب شايف ما شاء الله في اقبال جميل جدا يعني، وانا اشوف لوحات كلها ترتقي يعني انها تعرف يعني للذائقه حتى ببساطتها، وانا ماني شايف اعمال يعني فعلا هذا عمل معماري جميل من الموضوع مستكفي جميع الشروط الهندسية والألوان والتجربة والزاير كذلك تراث. هذا فهد العمار؟ هذا فهد يعني غير ما أشوف الاسم فهد الآن طلع، وهذه زهرة برضو، زهرة أول مرة أشوف لها حاجة جديدة زي كذا بدأت تشتغل في التراث. طبعا إيش اسمه بالفرنسي أجين؟ لا صالون دي رفيوزي. انا عارف ريفيوز انجليزي، لي صالون دي ريفيوزي رياض 2019. هذا مسيو، هذا حيكون كل سنه. هو حيكون تقليد رائع، حيكون الاستاذ سلطان طبعا هنا في الجاليري حق الاستاذ سلطان الزايد. وكفايه كده، شكرا. لا طبعا.